في دوري أبطال أفريقيا، كيف رأيت مجموعة الأهلي والزمالك؟ شوفي أنا يعني الحقيقة يعني المستوى الأفريقي في تباديل وتوافيق كثيرة في كل سنة، يعني ما نقدرش نحكم على مستوى فريق لمدة موسمين أو ثلاثة إلا اللي بنسميها القوة التقليدية. في قوة تقليدية كده على مستوى القارة هي اللي مستوياتها بنقدر نحكم عليها شوية، وبالتالي أنا شايف إن من خلال المستويات التقليدية ديت اللي هي الأهلي والزمالك مثلا والوداد المغربي ومازيمبي وأيضا بترو أتلتيكو ويمكن صن داونز، الفرق اللي هي موجودة على الساحة، أنا بقول من خلال ذلك مجموعة الأهلي أنا بعتبرها هي المجموعة الأسهل بين المجموعات الأربعة. ليه؟ لأن النادي الأهلي فارق جدا في الخبرات وفي التواجد على المستوى الأفريقي، وهو حامل اللقب وهو اللي دايس أفريقيا كلها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وبالتالي وجود معاه أندية يعني زي فيتا كلاب هو الأقرب للمستوى، وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني، فرق كلها أقل من مستوى النادي الأهلي. أنا شايف أن النادي الأهلي مرشح أكتر أن هو يتصدر كمان المجموعة ومعاه فيتا كلاب، لكن المجموعة التنافس فيها ممكن ما يبقاش قوي جدا مع الوضع في الاعتبار ان ان ان, إن التغيرات اللي بتحصل في افريقيا، ممكن فجأة الاقي فريق سيمبا ده عامل فرقة كويسة وبيقدم عروض كويسة، ممكن فجأة الاقي المريخ يعود الى امجاده اللي كان عليها في اخر الثمانينات لما فاز بلقبه الافريقي الوحيد اللي هو كاس الكؤوس الافريقية، ممكن كل شيء، لكن مجموعة الاهلي هي المجموعة اللي من وجهة نظري الاسهل على الاطلاق، بينما المجموعة الاصعب من وجهة نظري برضو هي المجموعة الثانية اللي فيها كلها قوة تقليدية قوية جدا، تي بي مازيمبي الموجود على الساحة باستمرار، موجود صن داونز برضو من الفرق القوية جدا اللي خد اللقب في 2016 وكان موجود في المنافسة في السنوات التالية كلها 2017 و2018، أيضا الهلال السوداني فرقة يعني دايما بتظهر بشكل جيد جدا، والسنة اللي فاتت كانت صعبة جدا أمام النادي الأهلي، النادي الأهلي صعد على حساب الهلال بصعوبة شديدة جدا أما تعادل معاه في أم درمان 1-1، بتوقع أن الهلال برضو يكون في المنافسة. شباب بلوزداد الجزائري فرقة شمال أفريقيا، كل فرق شمال أفريقيا دايما بتكون متواجدة في السنوات الأخيرة، فشايف أن المجموعة دي الأصعب على الإطلاق. المجموعة اللي تليها في الصعوبة هي مجموعة الزمالك. ليه مجموعة الزمالك بشكل خاص؟ لأن هي فيها ثلاث فرق من شمال أفريقيا، أما نقول إن فريق الترجي والزمالك ومولودية ثلاث فرق من شمال أفريقيا ومعاهم فرقة طبعا تونجت اللي عملت طلعت الرجاء بالظبط، طلعت الرجاء البيضاوي بركلات الترجيح وكان مفاجأة كبيرة جدا جدا في دوري أبطال أفريقيا السنة دي، يمكن تكاد تكون المفاجأة الأكبر حتى الآن في الأدوار الأولى. أنا بقول إن ثلاث فرق من شمال أفريقيا هتخلي المنافسة شديدة جدا بين الزمالك والترجي، وبالذات إن في طار بين الزمالك والترجي، شفنا الزمالك والترجي لعبوا السنة اللي فاتت في خلال أسبوعين ثلاث مواجهات، مواجهة في السوبر الأفريقي وفاز بيها الزمالك 3-1، ومواجهتين في دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا فاز بيهم الزمالك 3-1 و0-1 في لقاء العودة، وقدر يتأهل إلى المربع الذهبي. يعني بشوف إن فريق الترجي عنده حماسة شديدة جدا إن هو يعوض ما فاته في السنة اللي فاتت، نادي الزمالك عايز برضه يعوض خسارته للقب الافريقي في المباراه النهائيه، مولوديه غايب عن الساحه بقاله فتره كبيره وبالتالي عايز يرجع للساحه الافريقيه زي ايام السبعينات والثمانينات لما كان دايما فريق متواجد على الساحه، فالثلاث فرق دول بتوقع ان المنافسه هتبقى منهم قويه في المجموعه دي حقيقي بالظبط، فريقين منهم هيوصلوا هيكونوا في دور الثمانيه الزمالك والترجي والمولوديه، ومعاهم طبعا فريق هو الحصان الاسود للبطوله لانه اخرج الرجاء زي ما قلنا. اخر بقى مجموعه اللي فيها الوداد هي المجموعه الثانيه في الصعوبه، يعني الثالثه في الصعوبه بعد المجموعه الثانيه زي ما قلت ومجموعه الزمالك الرابعه، المجموعه اللي فيها الوداد وحوريه الغيني وايضا بترو اتلتيكو وكايزر تشيفز الجنوب افريقي كده، ده تسلسل المجموعات، يعني مجموعه الاهلي هي الاسهل ومجموعه الزمالك هي الثانيه في الصعوبه، فبالتالي انا شايف ان السنه دي هيكون مجموعات قويه جدا في دوري ابطال افريقيا. توفيق باذن الله للفرق المصريه دكتور طارق الادور، انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا.